مساء الخير سيداتي أونسي سادتي، مرحبا بكم سحفتركم مباشرة من ملعب مصطفى شاكر، هكذا يقال شاكر وليس شاكر، من البوليدة الجزائر. المنتخب التنزاني في أول مباراة افتتاحية في إطار تصفية كأس إفريقيا للأمم 2012 التي ستجري بحول الله بالغابون وبغينيا الاستوائية. بالتأكيد فريق، نقول فريق تنزانيا فريق ما عندوش تقاليد في حتى نهاية كأس إفريقيا ولا حتى في التصفيات، فريق مرة واحدة 1980 بنيجيريا وانسحب أربع مرات، يعني فريق عنده تقاليد في الانسحاب، يعني حتى في المشاركة حتى في التصفيات أكثر مما في المشاركات. قلت بعد قليل سينطلق اللقاء في إطار هذه التصفيات، ينطلق اللقاء إذن في هذه اللحظة بالذات. الكرة الأولى ستكون مهمة طبعا نظرا لأنه لم تمكن من العودة في الوقت المناسب. حضر من الكرة بالحاج، ممتازة ممتازة، يضيعها ضيع لي من غزال من هناك، كرة على الجهة اليمنى. طبعا مباشرة المنتخب الجزائري يتجه إلى منطقة الحرس المرمى شعبان حسان في أول كرة له. نادر بالحاج في تنفيذ هذه الكرة، الكرة الثابتة طبعا نتمنى أن تعود كما كانت قبل المونديال. من أسلحة الفتاكة المنتخب الجزائري، لما لا تصويبة، ولكن كان الحارس في المكان المناسب، كانت أول فرصة مهمة صعبة وصعبة جدا مع المنتخب الجزائري في هذه المجموعة للتأهل. وكرة ممتازة 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 ممتازة، لا 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 يضيع بودبوز بالقدم اليمنى، يظهر لي يتأقلم مليح مع هذا المركز أكيد حتى في النادي تاعو أو يلعب بنفس الفريق. الإعادة تكلمنا عليها منذ قليل، الإعادة تعطي بالحاج، شوف يعني موجود أمام أربعة خمسة لاعبين، ثلاثة لاعبين الآن ولم يجد المساندة. ركنية لنادر بالحاج، ممتازة ممتازة، ضيع الفرصة للمنتخب الجزائري لو يأتي هدف في هذا في الوقت هذا، ولكن كانت الكرة من وجهة في القائم الأول. الركنية الثانية، ولكن الدفاع والفرصة الثانية لزياني ممتازة، حاول هدف لا ضيع ضيع، ضمن الكرة راح للقائم الثاني. موجودين عدة لاعبين مدافعين، هاي اللقطة لقطة جميلة تاع زياني، التمريرة كانت ذكية جدا، لقطة مثل هذه لازم كانت في عود على الطائر، يعني على الطائر لازم على الطائر، وكانت جيدة جدا باش تكون على الطائر. أوري جوزيف في العمق، سريع سريع هذا اللاعب، تصويبة نقدر نسميها، أنا شوف هذا الموقع، شوف يعني كانت المحاولة في مراوغة لصالح رياض بودبوز، مراوغة أولى ثم ثانية، تصويبة ممتازة ممتازة، سريع جدا بالقدم اليسرى واليمنى. بعد التمريرة كانت ممتازة من زياني في العمق، الآن الكرات الثابتة يجب أن من تسجيل، ستكون فرصة للمنتخب الجزائري في الدقيقة 23 من بالحاج، ولكن عالية 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 عالية، خاصة الدفاع التنزاني ما عندوش دفاع، عنده قامة طويلة، وبالتالي الكرة الثابتة ممكن تساعدنا لتسجيل الهدف الأول على الأقل. أننا لأن المنتخب الجزائري بولسن على الجهة اليمنى، كرة يسار المنتخب الجزائري ما توصلش، وحذر التدخل وفي بطاقة، في بطاقة يا سيدي الحكم، التدخل كان قوي. صفراء لرقم 15 لرقم 7، لا فعلا رقم 7 أكيد فيه بطاقتين. فرصة أخرى لصالح المنتخب الجزائري، نادر بالحاج في تنفيذ هذه الكرة، 2 4 6 لاعبين جزائريين أمام الحارس شعبان حسان، هذه ممتازة ممتازة عالية قليلا، وإلا لكانت خطيرة لصالح المنتخب الجزائري. مرة أخرى كرة لصالح المنتخب الجزائري، في 3 لاعبين أمام الكرة الآن، كل يريد أن يضرب الكرة لأنه الآن نادي بالحاج فعلا بالحاج نادي في الأول لم يأتي وحذري، هذه مرة زياني وقل ربما سمعني، تصويبة جنوبية لم يشاهدها الحارس وتصبح
55 لكن استحوذ على الكرة كثير يعني كان مشاهدة مشاهدة يعني كان شوف أنا كانت اللقطة كان زيايا أمامه يعني حسن يبدأ كان حسن يبدأ أكثر جاهزية للتسديد إلى المرمى المرمى كان اختار الحل الفردي وهذا ممكن يأثر وما كانش حتى في حالة توازن تاعه شوف الآن نشاهد حوالي 3-4 لاعبين فريق تنزاني موجودين في القائمة الأول والكرات كلها متوجهة للقائمة الأول وبالتالي 90% الدفاع التنزاني هو راح ياخذ الكرة ودبوس في هذه المراوغة دائما القائم الأول وانطلاقة صلح المنتخب التنزاني شوف السرعة سرعة حذاري حذاري من السرعة لأنه طب الكرة على الجانب من هناك هاي السرعة هذا من رقم 7 ميواندا ولكن يضيعها أكثر تقريبا كان الحل الوحيد لأنه لو لعب مع زميله لكان فيه فرصة على الجهة اليمنى كان متحرك رجع في آخر لحظة كرة ثابتة بعد خطأ اللي حصل عليه نجازا ميريشو التصويب من بعيد اوه هدف التموقع والدفاع الجزائري كان خارج الإطار تماما رقم 10 عبدي قاسم يصوب كرة أرضية تخادع بلحي ما شاهدش الكرة أن التغطية هي اللي خلات أن جي هذه المخالفة والتصويبة من بعيد يعني من 30 متر تقريبا خلف النزار ثم رقم 7 ميواندا سريع جدا ممتاز سريع 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 أوه ممتاز يا بلحي رئيس ممتاز رئيس ممتاز من بعد هذه الكرة هاي الكرة شوف التدخل الأول ثم شوف هنا خروج توقيت ممتاز جدا ومرة ثانية بقرة ارتمى بالجسم تاعه يحاول ان ينظم اللاعب بطء حتى في الهجوم مراوغة أولى ثم ثانية لا لا بعيدة 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 لا كانت صعبة تسبح ركنية وكأني شفت ان الكرة كانت خارجة منتخب الجزائر متأخر بهدف زياني حاول مراوغة أولى ثم الثانية معزول تماما إلى غزال ممتاز حاول هدف غير موفق تماما الحارس ولكن لمسها قليلا فقط جبور او يبدا هنا زيايا كان في المكان المناسب راح نشاهدوها اكيد هذه اللقطه شوف اول كوره كانت في القائم الاول وكانت في غياب المدافعين التنزانيين باش خذاها يبدا لصالح المنتخب الجزائري ثم زياني غزال تصويبه ممتازه شوف شوف يعني من حوالي 30 متر او 25 متر وهذا هذا هذا يؤكد ضعف هذا الحارس اللقطة كانت جميلة ايضا تأكد ان ضعف الحارس ونهاية الشوط الاول اذا هدف مقابل هدف بين الجزائر وتنزانيا هدف منتخب التنزاني سجل في الدقيقة 33 عن طريق عبدي قاسم عن طريق كرة ثابتة مباشرة وهذا هدف التعادل عن طريق عدد جديولة اتمنى جديولة عفوا اتمنى الشوط الثاني يكون احسن لصالح المنتخب الجزائري نلتقي بعد او مع بداية الشوط الثاني بحول الله تيمبوكا لك المثل مواندا مثل مازول مثل خير فلاو اللي تكلت نيضا صور مدى كل نور دي سال ساكي سوكنار ان مصطفى شاكر سيبلي دار ذي تملي تاكي ثغل نوت تملي تاكي ثم زور التربع ثغل نوت متف خضاري المندو عدين غارث خبوش انتمونا دي فريقين 2012 ديلين ذي زياني لكت لعدلين قديورا عدين دسفوز نيضا يروح على الجبار سويسا لا لا حسن يبدا يروح دابا ناخذ عبد القادر غزال عبد القادر غزال يروح اني شويه شباك زدات سي قرار يسوي دابا عبد القادر غزال سوفيس سي ثلاث اغمار تسميت اربع ثنت مورث ناخ زياني دابا مازالي غار بود بوز ديتين استفار برا
انوالي ترى دفخ يعني دفخ رياض بوتبوز. على يورر تميتي نس في السنه اكثر بعض تموت نام بعد ميورر تقسيم تمزوت اكثر بعض جابون دفخ دفخ حسن يبدا يفغر برا ذاك ذي فارفق حليش لا 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 ذي فارفق حليش في دقيقه ياكين فيس خمسه بوحريش فيس بوحريش ويسي وشمد كارل مجاني وزراره يغاري رفاره في قحليش خمسه دقائق كيلقوا حريش كي ويسي زين عبد القادر غازين والتورا عطس تقود نطمن طاك سي ديسكا بالحاج يسوي تربع تمورتنا يسوي خاطر افسيني ميورارن ليفربول ارسنال اكو تشيلسي دابا غار داخل يسوي ويسي لا 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 يروح الدافع لزيايا عرفتي كيما في ديرالي سنت مورت من المغرب تسمى اسلاما يا جديد خاصو لما مازالو كنت فارس ود مونسيف تربع ثينس اسلامين تمورت من بلجيك اريك ديريتس يقول لنا سكو ساعد داني بو ثروا نغ قبل الى اسلامين تربع تمورت من مارسيل الاولمبيك دو مارسيل تمورت من فرنسا تورا اسلامين تربع من الهلال تمورت من السعوديه مازال العقد ينس جرانا ذكرنا سمانات هذه الطف تربع ساكن تمورت من المغرب سي العظيم ذا معيونينس دومينيك كوبرلي نتمورث من فرنسا ايدي سيلنا في المنداد نتربعات نتمورث من المغرب ذا معيوني نس دومينيك كوبرلي ايدي سوني واتا سيميورارن وتربعات تجديد نتمورث من المغرب واتا سيميورارن جديد هيفدو ناس وري فاكي يا جديد اللي قلان الى ميورار ايديو فرار تقراكي كانت ثلاثه تمورث من فرنسا يوسف العربي لتربعات كون لاكو ميورار تربعات من فتح الرباطي فتح بوخريس زيادة في ميورا نقضي من هكا هم ويني تسوس يتوسن هكا دي ويني ديفان ديو فرار الاكثر تورا دي تمورت من الماروك مروان الشماخ يقلان دي ثرفات من بوردو ويورا سكوا ساكنة ثرفات لي غونرز من ارسن فينجر ثرفات من ارسنال نتايد القفطان الجين ثرفات من الماروك دافاخ يسويسين خاطين مازال دافاخ ثرفات نو تيثا ثم قران تيثا سجاد مقرن نادير بالحاج غار داخل رياض يسوي يسوي او زيايا زيايا دافخين صغار فرا ولاش ليفيكاسيتي ولاش يعني وين يطفل الدافا خارس الشباك ديالو يسوي الى ديما غاينا تيدي حفص النغمه ماشي الغلطه بوميولا لك زهر يحفص الدافخ سيد مرني ساكني واثا الحال ميدي زيغ سي الدافخ هو اليوم في ديك الفكا الفكا استفسست تفسست ويجي دارك الدفخاكي نفسس كان سلام تم دين تسام قرانت دفخت ورا جبور جبور تيتا يسوي جاري فاسن حسن شعبان تيتان رفيق جبور جاري فاسن حسن شعبان تيتان رفيق جبور جاري فاسن واساس انت اربعه لاطونزاني فايت اربعه تاعنا وتي الفايده انت اربعه تاعنا وتر نادي بالحاج ولا تيتاك ندير بالحاج رفيق جبوره مشي ديزيس دافاغ تلها تيتاك الى معناها اساس تقوم كان الى هي تيسكواسن ديال عمري سادي فا رياض بودبوز ولا مكن يا كونر البريدا غيتصفيق رياض بودبوز وشمد تقوم كان ينس العمري الشادلي توالي هني العمري الشادلي ارتفعت نتمورثنا من بعد 90 مليليين ربح سي العمري جمال عبدون 24 سوق سن ديال عمري 83 وهاديك شم داغون وميرار نيران سي تمان تربع سن تمورث لا تنزانية ديك شم وحطون 11 سليمان قاسم وميرار نيران تربع سن جبور ويشم يفغ ثورة وميرار هاردا خالتي تايش يا 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 سيني ميورر انت ربعت انت مورت النهر جمال عبدون لك رفيق جبور دي سيني سنز قلن دباخ يقروح انت تامر تيس 11 دباخ يفوت حسن شعبان كان
ان عبد الملك زيايا نوال مشيتي سوفا غدا فخ و سيني ميرر الى جمال عبدون يقدر غدا فخ كي تفغن الى يسار يورر تسانت منين اكثر فاثار نوت كيما اللي في ستام زورت دي 3 سبتمبر 2006 زاد تربعات الله كيدي ولا دافخيان اكس روح جمال عبدون كامري شاد لي ديميتري ستامزوروث دي 3 سبتمبر 2006 زاد تربع في لاكيني دي كوناكري ولا شهر ولاش جالس في تربويا سيناكي يوبيوات فلانت سوا ثلاثة ايميت جبدي ماني ستربع في لا مولتاني تقول هاد سوا البوركينا فاس اي فاغر فار الدافا ثيث انت عمر ساكن 15 تراجو هي يسوي بوكرا ارفرا بوكرا ارفرا نادي هذي سخامو ساكن 11 الى بوتسوان داخل تبور يسوى حتى لا 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 تيثان تغمرت تيم ليلي تنتيتي ون تغمرت لي كورنير لا معنى ولا شي سوين يون غير يون كان داف خاكيتي تان يزيد يس يون غير يون داف خا نكارو وكذا كتسول المذمير لجراس مراد مغني ان فري بلا شي كارتا كارا النتيجه ياكي قريبة تعدي وثلاث دقيقة يقرنا ان فري ما ماشي سويدا اي مدوكال عدينا غيون ريون كانت يملي تاكي حسن شعبان 19 نتيجه وين تغمرت الوقت ملي دقيق الوقت ضاع نيرنا الدقيقة و15 لي سكوند دي تيتي كنت غمر زمان ديني ان فرياكي الساكي ان فريا راه تصفر ديمينس سوا كاين دوكا تربع ثلاث مور سنا غادي ديني غادي داود تخسر ذاك اللي بدا يون غاريون تخسر يون غاريون زاد تربع ثلاث طونزاني ماشي ذا مع ذا الوكي ذوذ من شمس دوش ميت ذوذ ميت سكن تربع ثلاث مور سنا ساكي عندني نيتي ذس نحمل تربع ثنا نفا تربع حنا معنا تربع ثنا ما تفا فبريد ديني تفا فبريد موتو لا راكني لا قادي توتو لا راكني لا ما تسكن دوذ ميكارزن تيمني نيت كارزن تيني الام دور ما ندني برافو يوم يوران تربع ثلاث مور سنا تيمني نيت بساكي ماشي تيمني يوم دوكان ماشي تيمني نيت ماشي دي سوير على نيفو انت ترفات يقولون دي المونديال داف خضار ثربات لا تونزاني كتفنا مكان 1811 للكلاسمون ام جوار فيفا ثورا لوك ثربات للجزائر كتفنا مكان 1830 دي المونديال ومع ذلك تيون غاريون وثربات تمور ناس سكن دو ذم مزمرة نينا صغار ثربات تمور ناس سكن دو ذم يعني